الله الرحمن الرحيم. احنا الان كنتواجدوا في وسط مدينه ولاد تيمه، وبالضبط الجهه الشرقيه، يعني المدخل الشرقي للمدينه. وغادي ان شاء الله غادي نبينوا للمشاهدين طريق مختصر اتجاه مدينه اكادير، لان من ولاد تيمه لاكادير كاين عده طرق. كاين مثلا الطريق ديال لوطوروت، يعني طريق السيار، وكاين الطريق العادي، يعني طريق الوطني رقم 8، هادو معروفين. وكاين كان واحد طريق جديد اللي هو مختصر، يعني كدوز من ولاد التلتين ديال ولاد تيمه جهه اس، ولهذا غادي ندوزو منو غادي نبينو للمشاهدين المشاكل ديال الطريق والسر ديالو في الوصول في اقرب وقت لمدينه اكادير ان شاء الله تعالى. باذن الله سينطلق العداد ديال الكيلومترات. الان كنتواجدو في المدخل ديال مدينة ولاد تيمه، يعني المدخل الشمالي ان شاء الله اتجاه مدينة اكادير. احنا الان على بعد 5 كيلومترات تقريبا من مدينة ولاد تيمه، كنتواجدوا على قنطرة وادي سوس. قنطرة وادي سوس، قنطرة المتواجدة في الكيلومتر 5 من شرق المدينة، شرق مدينة ولاد تيمه. الآن كنقتربوا من رومبا ديال إسن ديال 2 ولاد تيمه، يعني هاد الرومبا علاش غادي ندورو على اليسار. كنشاهدو بلاكا، يعني مراكش، أكادير اليسار، تردان على اليمين. هنا كنشوفو يعني كنشوفو البلاكا ديال إسن، البلاكا ديال إسن اللي أمام ديالنا الآن. بعد ما غيرنا الاتجاه من الرومبا ديال 2 ديال ولاد تيمه، دابا كنشدو الطريق، يعني طريق ديريكت، ما فيها لا تدور لا على اليمين لا على اليسار، طريق مباشر الى مدينه اكادير. الطريق كما كنشاهدو طريق مختصر. شنو هو السر ديال الاختصار ديالو؟ هو ان الطريق خاوية، ما فيهاش لا سيركيلاسيون بزاف، وما فيهاش رومبا، ما فيهاش ادوار المرور، وما فيهاش يعني العرقلة ديال السير، ما كتكونش فيها، كتكون ديما خاوية، غير هي فيها بعض المشاكل. يعني المشكل الاول هو ليدودان، كنشاهدو هاد ليدودان هذا ماشيش في محل ديالو، ومخدوم بواحد الطريقه ماشي هي هذيك. هذا هو المشكل الاول ديال هذا الطريق المختصر. هاد لي دودان الناس اللي داروهم بواحد الطريقه ماشي هي هذيك. لي دودان راه تيداروا طريقه يعني واحد التقنيه عاليه باش ما ياثرش على السيارات ديال الناس. لي دودان اخر ثاني شحال دزنا دابا؟ راه شي 3 دزنا تقريبا،
ها واحد اخر ثاني هذي قاعد نهود ونشوفه كشاهدو يعني دار في واحد بلاصة ماشيش بلاصة وما كاينش الاكتضاد ما كاين بزاف ديال الاطموط ما كاينش لي دوزان اخر ها هو وهذا شتي دار بواحد الطريقة ماشي هي هذيك طريقة عشوائية الناس اللي داروهم الى حاولوا يغيرهم راه من الاحسن ها واحد اخر ثاني قدامها ها هو واش الطريقة باش ندير طريقة ماشي هي هذيك هنا دوار الكراكر اللي ديالنا دوار الكراكر لي دو دار اخرى هو ثاني قدامنا هذا هو المشكل شتي كي داير هذا كاع بزاف كاع معيق بزاف طريق زوين وعنده مستقبل ولكن بحال هاد العراقيل هادو خص الناس يحاولوا يتفاداو هاد المشاكل هادو مستقبلا العمر هنا وفي يعني في الحوانت وفي السكان كتار وفي هذا ما فيها باس يداروا لي دودان كتار اما دابا راه خاويه دابا الغابه حنا وسط غابه ودارين لي دودان لاش لاش اخر ثاني واحد حدا الاخر لاش يعني لاش دوار قلنا على اليسار حنا قدام دوار قلنا الشارع هذا الشارع هذا كيدي قلنا يعني على الجهه اليسرى هالي لي دودان اخر ثاني ها هو الاخر هادشي بزاف بزاف هادشي بزاف هذا المشكل الاول والمشكل الثاني الناس اللي كيهزوا العائلات ديالهم وتيجوا هنا كيهزوا من هاد الطريق يعني جاي من اكادير اولا غادي لاكادير بالليل هنا راه كيشكل خطوره بالليل هنا الطريق ما مامناش ما مامناش هاد الطريق باش الواحد يدوز منها وهز العائله ديالو ويدوز منها بالليل لا حذاري ثم حذاري هذا خطا شحال من واحد تهرس ليه الجاج هنا شحال من واحد وقعوا ليه مشاكل ديال الكريساج يعني هاد الطريق باش ما خطاك تدوز منها بالنهار بالليل ممنوع مانعا كليا يدوز منها الواحد بالليل هادي نصيحة مني اللي داز منها بالليل راه ظلم راسو اللي داز منها بالليل راه ظلم راسو لان الطريق ما مأمناش الطريق ما مأمناش اللي بغى يدوز بالليل يدوز من الطريق الوطنيه رقم 8 طريق عامره وفيها دوك الدواوير اللي كنمروا منها بحال عين شعي عين صداق دوار سعيد ولاد دحو جرف تميسيا هاي تملول انزكان الشارع الجهاديه وغادي تدخل اكادير اما هادي لا علاقه هاد الطريق هادي لا علاقه يدوز منها الواحد بالليل بالنهار ونقدروا نديروها بين قوسين بالنهار نقدروا نقولوا راه الا بقيتهم بان هنا راه ممكن 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 توقع عليك شي حاجه إذا كان شي أمبان قدر الله ولا شي حاجة راه ما شاء الله لأن الطريق خاوية ما فيها لا هادي لا هادي كما كنشاهدو الطاكسيات هما اللي كيدوزو بزاف من هنا لأن الطاكسيات كيعتمدو على السرعة مول الطاكسي الله يحسن العوان خصو يدخل بكري للمحطة ويخوي ويعاود يشارجي ويعاود يخوي وغادي هكاك لانه هو الله يحسن العوان هذا هو العمل ديالو ديما هو تيطلب طريق اللي هي سريعه
ولهذا فمولين الطاكسيات راه النسبه كثيره ديالهم راه تيدوزوا من هذه الطريقه هذه، لقاو فيها الراحه ديالهم ولقاو فيها كل شيء، وتوصل المدينه في اقرب وقت. كما كنشاهدوا الطريق طويله يعني مسرحه، ما فيها لا فيراجات، ما فيها لا اكتضاد، ما فيها والو، يعني الطريق مسرحه يعني 80 مزيانه، 80 سرعه 80 مزيانه. الطريق الاخرى رقم 8 الوطنيه رقم 8 هذيك فيها شويه ديال العراقيل وفيها السطوبات فيها الكروازمات فيها كثيرة، فيها 60 بزاف، و 60 الا كتمشاها وانت عندك بتقضي غرض اكادير ولا هذا، يعني راه ما غاتوصل الا غاتوصل معطل شويه مرو طاري. هنا على الجهه اليسرى كاين دوار اكوني بيش، دوار اكوني بيش هو على الجهه اليسرى، دوار اكوني بيش كما شاهدنا في البلاكه هنايا. دوار اكوني بيش هذا اللي كيتواجد في الكيلومتر 16 من مدينه ولاد تيماء، 16 كيلومتر. كما قلنا صحاب الطاكسيات كيدوزو على الجهات في هاد الطريق هادي، كيدوزو بكثرة. مزيان الإنسان إلا عمرو ما داز من هاد الطريق مزيان يدوز منها ويشوفها، ما تقريبا الأغلبية ديال الناس راه تيدوزو منها، ولكن كاين واحد النسبة، نسبة ما عارفينهاش وعمرهم ما دازو منها، مزيان عطيهم واحد اللمحة واحد النظرة على الطريق هادي لعل وعسى تعجبو يعني يدوز منها ديما. يا خاوية كما كتشوفوا خاوية ومختصرة، هي الاختصار ديالها في الوقت فقط، ما نقولوش مختصرة. هنا اليسر أيتباها، الجهة اليسرية أيتباها في كيلومتر 18. كما قلنا هي مختصرة ماشيش في الكيلومتراج، وإنما مختصرة فقط في الوقت، كتربح الوقت. أما الكيلومتراج راه بحال 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 طريق الوطنية رقم 8 بحال هاد الطريق ديال إسن، إسن تماعيت كما كيقولو ليها، معروفة هي بإسن تماعيت، غير هو كتربح شوية ديال الوقت، يعني غدير في طريق رقم 8 غدير مثلا 45 دقيقة، غادي ممكن دير فيها 25 دقيقة ولا تقريبا بحال هكا. كنشاهدو تماعيت، هنا وصلنا تماعيت يعني في كيلومتر 19 و 300 متر دوار تماعيت، وهذا كنشوفو يعني وصلنا في كيلومتراج 19 و 300 متر من مدينة ولاد تيماء. هذا هو دوار تماعيت. يعني دوار زوين ونقي، بارك الله في الطبيعة والهواء، يعني اللي بغى يسكن هنا مزيان مزيان السكن، مزيان السكن في طبيعة وفي هواء نقي في كل شيء. كما كنشاهدوها لي دودانات تاني هنا على الجهة،
يعني تعرقلوا هذا السير هذا. هاد الناس اللي داروهم الله يجازيهم بخير الا جبروا يبدلوهم يديروهم بطريقه قانونيه وتكون زوينه وشرعيه حقيقه مزيانه. مثلا هادي دو دالبورتاني قدامنا يعني واحد حدا الاخر من اولاد تيمه ثلاثه قريبا ملي دخلنا ملي دخلنا مع الاثنين ديال اولاد تيمه وحنا في لي دودان تال احنا في تماعيت ومازال عندنا مشكل ديال لي دودان. حتى الا بغيت تربح شويه هذا الوقت يعني كتخسر من واحد جهه اخرى يعني لي زامون تيسور السكوس ويعني كتخرج على الحديده ديالك شي ماشي معقول. كما كنشاهدوا واحد ورا الاخر واحد اخر ثاني واحد ورا الاخر واحد اخر جاب واحد الطريقه ماشي شي هادي عشوائيه 100%. حنا دابا في الخرجه ديال التماعيد خرجه ديال التماعيد هنا واد واد على قنطرة التماعيد قنطرة على وادي التماعيد هو الواد ديال تماعيد اللي كان في الخرجه ديال تماعيد اتجاه اكادير هو واد صغير ماشي شي واد كبير ها واد صغير ماشي بحال واد سوس اللي هو كبير هذا غير واد صغير الآن كاينين كيلومتر 22 من مدينة أولاد تيمة. هذه الرومبا الأولى يعني رومبا الدايرة الأولى اللي كنلقاو هي هذه ماغاديش ندورو عليها. كاينين جوج كاين الأولى هي هذه فاش كاين دابا وكاينة الثانية قدامنا راه هي يعني هذه كنفوتوها والثانية كندورو على اليسار اتجاه أكادير باش نشدو الطريق اللي جايه من يعني تارودانت اكادير واللي كتدي طريق السيار مراكش الدار البيضاء هي هادي. غير واحد النقطة هاد الرومبان هادي راه اوبليجي توقف فيها راه فيها كما قلنا ديك الطريق ديك الرومبا يعني الثانيه ضروري توقف فيها راه فيها ستوب الا ما وقفتيش راه عندك مخالفه لان فيها بلاكا ديال القيف واخا تقول راه رومبا دايره مول اليسر خاوي يفوت هنا في هذه الحاله هذه كاينه بلاكا غالب الناس ما تيشوفوهاش خص الناس يردوا ليها البال باش ما يعاودوش يديروا مخالفات. دابا حنا دخلنا في الطريق كما قلنا المؤديه من اكادير تارودانت يعني دوبل فوا الدوبل فوا هذا فيه ليبر يعني فيه 100 180 على حسب البلايك ومزيان الانسان يتمشى على البلايك. كاين بعض الناس تيخافوا تيسولوا واش كاينين لي جوندارم واش كاين البوليس القدام واش كاين علاش حنا غادي نسولوا على البوليس ونسولوا على الجندارميه غنطبق القانون الراسي وتمشى 80 80 100 100 ما كاين اللي غادي يسولك مشى القانون ديالك راه حتى شي واحد ما غادي يسولك وكون على يقين دير مخالفه غتشد ما عندك مبرر فت القانون ديالك خلص مخالفه كتمشى القانون ديالك غمض عينيك وزيد ما تسول لا على جندارميه ولا على البراج ولا على البوليس ولا على الكاميرا ولا يكون حتى 20 كاميرا انت تمشى قياسك انت والله يجعل البركه وما تخاف حتى شي حاجه. الطريق هادي كما قلنا دوبل فوا تمشي فيها ليبر هادي ليبر يعني الطريق ديالك كتمشى 100 80 90 كتربح فيها الوقت ما فيها لي ضدان ما فيها وتقول شي حاجه بالنسبه لهادي هاد دوبل فوا هذا نقي وزوين يعني مطحون ومصروع
كنتمنوا كما نعاود نقولوها من الناس اللي مكلفين ب الاثنين ديال ولا تيما جيتيس يعالجوا هذاك المشكل ديال لي دودان. راه كاع الناس اللي تشكاو منهم غير اللي غادي اللي بغى يهضر راه ما كاين، اما الناس كلشي راه مضرورين وكلشي الناس الفكره هذه اللي سمعها راه عارفها وعايشها وعيط وغوت داعيه يعني خص الفكره توصل للمحل ديالها توصل لبلاصتها. الناس اللي يهديهم الى هداهم الله يغيروا هذاك هذاك النموذج ديال دوك لي دودان راه مزيان. هنا كتلقى 80 60 يعني قربنا الرومبا، الى قربتي الرومبا كتلقى 80 60 خصك تنقص من السرعه، تنقص من السرعه على اليسر تيقمي نبوبكر. يعني الى درت على اليسر في هذه الرومبا هذه كاينه تيقمي نبوبكر الكيلومتر 26 اكادير غتمشي نيشان ما تدور لا اليمين لا اليسار. كما كنشوفوا هنا جنب الطريق فيه ليمون فيه الدلاح فيه يعني الديسير اللي بغى يقدا شي حاجه كثيره تجي هنا، صحاب السويله صحاب الاناناس كلشي كاين الحمد لله. كما كنشوفوا الطريق طويله ومسرحه ما فيها لا فيراج ما فيها لا ستوب ما فيها لا يعني انتو تول بالغا ديالك تول بلغتك. هنا تقادير على الجهة اليسرى اللي بغا يمشي تاكادير يدور بعد الرومبا على الجهة اليسرى و أكادير نيشان ديريكت أكادير كيلومتر 28 دابا فين كاينين يعني كيلومتر 28 إلى غادي الدور تاكادير. صحاب الديسير موجودين هنا بكثرة ولله الحمد، الخيرات موجودة في البلاد، دلاح سويلال المهيا الأناناس الليمون الليمون في المختلف ديال الأنواع ديالو كريمانتي كاين نبيل. كيلومتر 31 رومبا الدرار كاع على اليسار اكادير ديريكت يعني اللي بغى الدرار كاع تيشد الاتجاه اليسار اللي بغى اكادير يدوز نيشان يعني الجماعة ديال الدرار كاع على الجهة اليسرى. رومبا اخرى قدامنا حي ادرار الجهه اليمنى تيكيوين على الجهه اليسرى واكادير مباشر وفي الكيلومتر 32
حنا وصلنا البراج في المدخل ديال اكادير من الجهه الشرقيه. الان دخلنا مع الجامعه ديال اكادير. يعني الى غادي ندخل لاكادير من السلام كندور على اليمين، الى بغيت ندخل لاكادير مباشره كنزيد نيشان مباشره. دابا على اليمين كتمشي للكليه تاع السلام مباشره، تشد هاد الطريق تاع السلام ديريكت، هادي اللي على اليمين، يعني كيلومتر 32 اونص. الى دزنا ديريكت كنخرجوا في اكادير بالضبط، يعني في تاسيله، كنخرجوا في تاسيله ديال اكادير. دابا حنا داخلين مع الجامعه الترابيه ديال مدينه اكادير. شتي لي دودان كي دايرين؟ هادو هما لي دودان الفري، هما هادو لي دودان الفري، ماشي داكشي لاخر اللي خلينا ورانا. يعني ملي وصلنا البراج ديال الدخلة ديال مدينة أكادير كنفوتو، يعني درنا على اليمين كنمشي لسالم مباشرة. جينا نيشان كملنا على طريقنا، يعني كندخلو في تسيلة من جهة طاقة الداو، يعني ماكرو. هنا كنشوفو البلاكا كاين على اليمين صويرة وسط مدينة أكادير، وعلى اليسار تكيوين وتيزنيت. هنا أش غنديرو؟ غنشدو اليمين ديالنا، غنديرو السينيال على اليمين وندورو، يعني باش ندخلو في الدوبل فوا اللي كاين في، يعني جهة الطاقة الضو. هنا على اليسار ديالنا كاينة تيكيوين، إلا جيت من الطريق رقم 8 كتخرج في هادي، يعني هادي هي الملتقى ديال الطرق، هادي ملتقى الطرق. حنا وصلنا أكادير، يعني دوبل فوا ديال الطريق اللي كتجي للسبيطار الحسن الثاني هي هادي، دخلنا ليها مباشرة من الجهة الشرقية. سواء دخلنا من الجهة الشرقية أو لا دخلنا من جهات، يعني الطريق الوطنية 8 بحال بحال كلشي كنتلاقاو هنا. هادي ديال دزنا من تيكيوين ولا تيما تيكيوين، الملتقى هو هذا. يعني دابا هادي مدينة أكادير، يعني 34 كيلومتر باش وصلنا هنا، 34 كيلومتر باش وصلنا هاد البلاصة هادي. حنا الآن غادي ندورو، غادي ندورو على اليسار وغادي ندخلو اتجاه انزكان، يعني باش نختصرو ندورو للجهة اليسرية هاد الرومبا هادي ديال تسهيلة، وغادي ندخلو مباشرة للشارع الجهادية. الشارع الجهادية كاينة ما بين دوبل فوا معاش دخلنا ديال أكادير حسن الثاني ومدينة انزكان. دابا حنا في الطريق بين يعني ديال الشارع انزكان. حتى اللي غادي لينزكان يدوز من هادي مزيانة، دابا 34 كيلومتر، 34 كيلومتر باش وصلنا هاد البلاصة هادي. هادي الطريق المؤدية إلى الشيرة الجهادية. هذا مدخل ديال الشيرة الجهادية.
الان في الرومبا الكبيره ديال يعني في وسط تشيرا. الرومبا معروفه بواحد الشعار اللي هو الخلاله، الخلاله ولوطار كما كتشاهدوا امامنا معروفه الخلاله ولوطار. هذه رومبا كبيره ديال تشيرا الجهاديه. الا درنا على اليمين كنمشيو لفيرغولا، يبغى على فيرغولا ويدخل اكادير جهه القصر وجهه مرجان، يشد الطريق اللي على اليمين اللي غادي لانزكان، يشد طريق نيشان. دابا قربنا للرومبا ديال انزكان، الرومبا ديال انزكان. دابا حنا داخلين في الطريق الوطنيه رقم 8، هي هادي اللي قدامنا. درنا على اليمين اكادير، دخلنا مشينا نيشان، غندخلو وسط انزكان. الا درنا على اليسار غنرجعو بحال غاديين ولا تيما. غندورو على الجهة اليسرى، يعني قلنا أكادير على اليمين، مشينا مباشرة كندخلو مع انزكان. درنا على اليسر، يعني هاد الطريق اللي شادين دابا بحال إلا غادي ولا تيما، يعني من الطريق الوطنية رقم 8. حنا دابا في انزكان، وسط انزكان. هادي فاش كنا الرومبا الثانية ديال انزكان، اما الرومبا الاولى الرومبا الكبيرة هي هادي اللي قدامنا، الا ندخلو فيها دابا.